الدرس الخامس، الإخراج. نشاط واحد، فلسطين خالية من الملوثات. ذهب بلال برفقة جده لتفقد أراضيهم الزراعية القريبة من الوادي في محافظة سلفيت. لاحظ تلوث الوادي بالنفايات ومياه مجاري المستعمرات الاستيطانية، فتذكر ما تعلمه عن الإخراج للفضلات ودورها في تلوث البيئة، وقد خطر بباله الأسئلة الآتية ساعد بلالا في الإجابة عنها. 1. ما مصدر هذه الملوثات؟ نفايات ومخلفات البيوت والمصانع ومياه مجاري المستعمرات الاستيطانية. 2. ما أثرها على كل من الماء والهواء والتربة؟ تلوث البيئة، إذ تحتوي الملوثات على مواد عضوية تعمل الكائنات الرمية على تحللها، وتنشط الكثير من الخمائر على المواد العضوية، ونتيجة ذلك ينتج مواد ذات رائحة كريهة تغير لون الماء وطعمه ورائحته، وينتج أيضا غازات منها السام تتطاير في الجو فتلوث الهواء، ومن نواتج التحلل أيضا عناصر سامة تلوث التربة. 3. ما أثر هذه الملوثات على المزروعات بشكل خاص وعلى الصحة العامة بشكل عام؟ تمتص النباتات والماء والأملاح من التربة الملوثة فتصل إلى أنسجتها، مما قد يؤدي إلى تلف المزروعات. تتغذى الحيوانات والإنسان على هذه النباتات، مما قد يسبب الأمراض للإنسان وحيواناته، وبالتالي ضرر على الصحة العامة. 4. ما دور الفرد والمجتمع في التخلص الآمن من هذه الملوثات؟ دور الفرد، عدم إلقاء النفايات في الشارع أو في أي مكان إلا في الحاويات التي وضعت عند كل منزل أو في الأماكن العامة والتي خصص كل منها لنوع من النفايات، فهذه للمواد العضوية وهذه للمواد البلاستيكية وهذه للزجاج وهكذا. دور المجتمع، إنشاء جمعيات خاصة بتدوير المواد العضوية كالصلب وتدوير البلاستيك والزجاج وغيرها من المواد، تصنيع مضادات حيوية طبيعية من النباتات الطبية بدلا من استخدام المبيدات الكيميائية، توزيع نشرات توعوية مميزة حول طرق التعامل مع عبوات الأدوية الفارغة وعبوات المضادات بدفنها في التربة مثلا، وضع فلاتر ومرشحات في المصانع ومزارع الحيوانات، تخمير مخلفات مزارع حيوانات لاستخدامها سمادا للتربة، دعوة للهيئات الدولية وجمعيات حماية البيئة لاطلاعها على ممارسة الاحتلال ضد البيئة الفلسطينية. تتنوع فضلات الحيوانات الراقية، فمنها مواد نيتروجينية بأشكالها الغازية والسائلة، وبالتالي تمتلك هذه الحيوانات وسائل إخراجية مختلفة. نشاط 2، الجهاز البولي للأرنب. المواد والأدوات، أرنب وحوض تشريح وطقم تشريح وإبرة تخدير وقطن طبي وقفازات مطاطية ومسامير ومطرقة وكمامة ومخدر كلوروفورم. خطوات العمل، 1. خدر الأرنب باستخدام إبرة التخدير ومخدر الكلوروفورم في فخذه الأيمن. 2. وضع الأرنب على ظهره في حوض التشريح. 3. ثبت أطرافه الأمامية بزاوية قائمة مع الجذع بواسطة دبابيس قوية. 4. ثبت أطرافه الخلفية وبزاوية 45 مع الجذع بواسطة دبابيس قوية. 5. اضغط بلطف على منطقة حوض الأرنب. 6. امسك بواسطة الملقط جلد الأرنب من فتحة الشرج. 7. قص الجلد بواسطة المقص بدءا من فتحة الشرج وصولا إلى العنق. 8. قص الجلد عرضيا من فتحة الشرج على امتداد كل فخذ، وكذلك من الكتف على امتداد كل طرف أمامي. 9. أسلخ الجلد عن الجذع وشده ثم ثبته بالمسامير. 10. قص عضلات البطن عرضيا من فتحة الشرج إلى اليمين واليسار وشده ثم ثبته بالمسامير، ثم عند الحجاب الحاجز إلى اليمين واليسار وثبته بالمسامير. 11. أجب عن الأسئلة الآتية: حدد مكان الجهاز البولي في الأرنب ثم أرسمه. يقع الجهاز البولي في منطقة البطن من الناحية الظهرية. أذكر أجزاء الجهاز البولي:
كليتان وحاليبان ومثانة بولية تنتهي بقناة بولية تناسلية مشتركة في الذكر أو بقناة بولية مستقلة عند الأنثى. ما وظيفة الجهاز البولي؟ تنقية الدم من بعض الفضلات النيتروجينية وإخراجها إلى خارج الجسم مع البول. ما وظيفة الكلية؟ يتم تكوين الفضلات النيتروجينية في الكبد وتصل إلى الكلية مع الدم عبر الشريان الكلوي، والذي يتفرع إلى شرينات يصل كل منها إلى وحدة أنبوبية كلوية. تعمل هذه الوحدات على تنقية الدم من الفضلات النيتروجينية على عدة خطوات ثم تنقلها إلى الحالب. ما اسم السائل المتجمع في المثانة يسمى البول؟ هل يوجد طرق إخراجية أخرى في الأرنب؟ العرق عن طريق الغدد العرقية، غازات التنفس عن طريق الرئتين، والفضلات الصلبة عن طريق فتحة الشرج. ما إجراءات السلامة الواجب اتباعها خلال تنفيذ النشاط؟ لبس القفازات والكمامات، استخدام مواد وأدوات صالحة للاستعمال وغير تالفة أو منتهية الصلاحية، عدم محاولة شم مواد التخدير أو لمسها أو تذوقها. الحذر خلال تطبيق النشاط مثل عدم قطع الأوعية الدموية أو المثانة البولية أو الأحشاء أو الحالب، وضع القطن المبلل بالدم داخل إناء خاص، عدم العبث بأدوات التشريح من قبل الطلاب. بعد الانتهاء من تنفيذ النشاط، تنظيف الأدوات بالماء المقطر وتعقيمها وحفظ المواد والأدوات كل في مكانها. ينتج من عمليات الأيض التي تحدث في خلايا الحيوانات فضلات يلجأ الجسم إلى التخلص منها، لأن تراكم الفضلات في الجسم يسبب أضراراً وتسمماً للكائن الحي. فمثلاً يتمثل دور الجهاز البولي في تنقية الدم من بعض الفضلات النيتروجينية وإخراجها إلى خارج الجسم في البول. نشاط 3، وسائل إخراجية في الجسم. تأمل الصور المجاورة ثم أجب عن الأسئلة الآتية: ما أهمية التعرق للجسم؟ التخلص من الأملاح الزائدة، تنظيم درجة حرارة الجسم، تفتح المسامات الجلد، تنشيط الدورة الدموية. ما مكونات العرق وما الطرق السليمة للتخلص منه؟ المكونات ماء وأملاح زائدة، للتخلص منه الاستحمام بالماء والصابون وتجفيفه بقماش ناعم معقم. ما دور جهاز التنفس في الإخراج؟ تخليص الجسم من بعض الغازات مثل ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء. اذكر وسائل إخراجية أخرى في الجسم: الغدد العرقية، الغدد الدمعية، الرئتين، الكبد والطحال للتخلص من خلايا الدم الحمراء الهرمة، جهاز المناعة اللمفاوي. تختلف الكائنات الحية في تعقيد تركيب أجسامها وبالتالي في طرق تخلصها من الفضلات. نشاط 4، الإخراج في النباتات. المواد والأدوات: ناقوس زجاجي ونبتة في وعاء وورق معتم ولوح زجاجي وكبريتات النحاس اللامائية وماء. خطوات العمل: 1، غلف تربة الوعاء تماما بالورق المعتم بعد ري النبتة بالماء. 2، وضع النبتة وبجانبها كمية من كبريتات النحاس ثم غطهم بالناقوس. 3، بعد 15 دقيقة راقب العينة وسجل التغيرات التي شاهدتها. 4، ما التغيرات التي حدثت على كبريتات النحاس؟ فسر إجابتك. تلون كبريتات النحاس باللون الأزرق، وذلك بسبب امتصاصها لبخار الماء الناتج عن عملية النتح والذي فقده النبات بالتبخر عن طريق الثعور. لا تحتاج النباتات إلى أجهزة إخراجية كما الحيوان، لأن كمية فضلاتها قليلة وتجمعها بطيء، وتستخدم نواتج بعض العمليات الحيوية في عمليات حيوية أخرى. تتخلص النباتات من فضلاتها بطرق مختلفة، منها تجمع الفضلات في الأوراق ثم التخلص منها بسقوط الأوراق، والتخلص من الغازات غير المرغوب فيها عن طريق الثغور، وتخزين الفضلات في فجوات خاصة في الخلايا طيلة حياتها.